السلام عليكم. هنعمل مراجعة نهائية لجريد 3 بريدج تو سكسس. أنواع الأسئلة هيكون التي في اختبار قراءة نص قصير وتبصير بالصورة، ده بيكون فيه 3 أسئلة وخمس صور، يعني فيه 2 صور زيادة. بعدين في سؤال الميز هيكون قراءة نص، ومن خلال النص بيتم اختيار الإجابة الصحيحة، وده عبارة عن 6 أسئلة. قراءة فقرة وتوصيلها بالعنوان المناسب بيكون 4 فقرات و6 عناوين، يعني فيه 2 زيادة. قراءة فقرة وملء الفراغ بالكلمة المناسبة بيكون 6 كلمات وفي 2 كلمة هيكونوا زيادة. طبعا نشوف التطبيق دلوقتي حالا. قراءة فقرة والإجابة عن الأسئلة 4 أسئلة، والكتابة بيكون صورة وعليها أسئلة وبيكون في كلمات مساعدة. نبدأ بقراءة الكلمات. رأي الآن. اوكي مثلا all about home, house, bird, ball, door, window, bed, shower, TV, table, chair, inside and outside, cities, shopping, fruit, country, city, flex. اوكي يلا يا سلمى. House, bird, wall, door, window, bed, shower, TV, table, chair, shopping, fruit, country, city, lights. تمام، ودي الكلمات اللي لازم نحفظها لأنها بتساعدنا في الكتابة وكمان القراءة. القواعد داخل علينا present time و past time وال adverb of frequency اللي هم always و usually sometimes و often و never، وال preposition of time اللي هم in و on و at. هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي بالتدريبات. احنا طبعا كنا شرحنا في فيديو سابق القواعد، هنطبق عليها دلوقتي. يلا يا ليان، هتحل أول 4 أسئلة عن المضارع البسيط. يلا. She is silver girl. They drinks water every day. شي بتاخد از وزي بتاخد درينك بدون اس. احمد. أحمد goes to the park. I هاي بتاخد هاف، have five يبقى pencils. اس بتيجي مع هي وشي وات، مع ذي وي ويو اي ما بنحط في الفعل اس، مع هي وشي وات بنحط اس. احمد مفرد فهنحط في الفعل اس. اي بناخد معاها هاف، هاف بتيجي مع زي وي ويو اي، انما هاز بتيجي مع هي وشي ويت. تمام يلا يا سلمى، جاوب على الـ3 أسئلة الباقية او اللي بعدها. I eat rice. I don't like it. I never eat rice. I don't like it. تمام. السؤال الثاني. Nora always goes to a cafe. She eats pizza always. يبقى نورا always. تمام. My sister sometimes go to the park. She plays with her friends. اوكي يبقى sometimes. تمام، إجابة مظبوطة. يلا يا ليان، السؤال اللي بعده. بس yesterday the weather was sunny. I played basketball last week. Ahmed was at school in the morning. I walked to the park last night. تمام، yesterday يبقى was و I طالما في last يبقى played. أحمد مفرد ياخد was و I في الماضي تاخد walked. القاعدة اللي بعديها يلا يا سلمى. I go to school
at 7 o'clock. At طبعا الساعات بتاخد ات، مظبوط. I visit my grandma on Monday. الايام بتاخد اون، مظبوط. First I climbed the ladder. Last then ايوه laid on slide. then، تمام. نروح بقى على انواع الاسئله اللي هتجيني في الاختبار. هنحاول نكبر الشاشه شويه او نظهر كل شيء عشان نعرف نحل. ابدأي يا ليان. Okay, mister. I go to bed at I go to bed at 10 o'clock، يبقى الإجابة letter look letter letter C. okay. Number two، I go to the park weekend and at the weekend. يبقى Number letter one. letter A. Number three، I eat chocolate in cafe. letter E. Chocolate B. Chocolate B. B. اوكي، السؤال اللي بعده، يلا يا سلمى. My house has one big door and four windows. See. تمام. نمبر 2، A home for the bear and nest. E. letter E. good. nest يعني عش. The king would like an A Ross back in his bedroom. A. letter A. good. ليان. I watch TV in the evening living room. Number letter C. Okay. My house is in a big city. Letter E. Good. I'd like in my fruit salad a banana and mango. Letter B. Very good. سلمى. I'd like a table and a chair in my bedroom. letter okay، letter D. There are many lights in my city. letter E. good. There, I'd like to go to the shopping center. B. shopping center، letter B. لا تمام. ليان انتبه على المايك. قرأي يا ليان. هنا سؤال الميز، كون قطعة واحنا بنكمل بيعطيني مثلا رقم انا بدور على الإجابة الصحيحة. اوكي مس كم كمبيوتر جيمز وي فيزيت وي فيزيت وي فيزيت اور فاميلي اند فريندز اند كمبيوتر جيمز ماي مام ميك طيب نويز. نختار الإجابة الصحيحة. and we visit and شو؟ بما إن الفعل هنا مع we بدون اس، هناخد كمان بلاي we play. كملي. بلاي my mom ماي مام ميك نايس نايس نايس. ده نمبر 3. نمبر 2 number 2، نايس فود nice food. okay. نايس فود. اي نيفر
Never. I never كان eat قال banana because مظبوط. I don't like them. I will take some chocolate. Next time I will take some chocolate. Next time, very good. سلمى. This is May. This may, يعني اسمها may I Oh أبدأ بإيه؟ yeah. I بتاخد am. I 10 years old. I am 10 and then have And then I بتاخد have. long brown hair. 3. On Monday. أيام الأسبوع بتاخد حرف الجر on. On Monday. I. Go. I بتاخد go بدون S. To the park. First I play تمام. On the on slide. the right. 6. I climb هو قال فيرست وبعد فيرست بيجي ايه؟ then then. تمام. السؤال اللي بعده يلا يا ليان. أيام الأسبوع Wednesday تاخد Wednesday بتاخد اللي بس N. لحظة هنا المفروض تاخد on بس ما فيش on، يبقى ايه اللي هينفع تاني هنا الجملة في الماضي فناخد Last last. Wednesday. Last Wednesday I went. كملي. Last Wednesday I went to the cafe. Well, I went went yesterday لأنها ماضي، too. طالما قلنا last يبقى الأفعال كلها تبقى في الماضي. تمام. Went with my friend and I had a موسي. smoothie and Ali. And Ali cooks. علي. And Ali هذا عشان في الماضي. ايوه. had cooks. ده كافيه. The cafe was on عشان the مفرد، tree. عشان مفرد وماضي was on the tree I. I always go to the cafe in winter. I You always. ever had ever had you ever لا have you had ever، عشان سؤال في المباراة have you ever. السؤال اللي بعده يلا يا سلمى. سلمى in my city. My city, there are shops, city cafes, صح. are لأن في shops جمع فباخد R مع shops. cafes and a park. I live with family. I live عشان I بتاخد الفعل بدون S. I تمام. live with my family in a skyscraper in my in bedroom, there is a big cupboard. My mom puts the bookcase on بوكيس في غرفة يبقى ان. in living تمام. room. ويك اند هتاخد. At ايوه at the the weekend. week you read books. I play football in the I play. play. تمام. هنا السؤال بقى، السؤال اللي بعد كده هيكون عبارة عن قطع، وهنوصل هنقرأ قطعة ونوصلها بالحرف المناسب أو نكتب جنبها الحرف المناسب. يلا يا ليان.
ديان. ديان افتح المايك. كملي يا سلمى. طيب ولا ليان خرجت؟ لحظة شوف، هي خرجت فعلا، ننتظر دخولها. Pizza is my favorite food. ليان اقرأ، يلا يا ليان. حضرتك سامعني؟ ايوه انا اسمعك. اقرا لين نمبر 1. Pizza is my favorite food. I always eat with my family. I don't like to drink tea. Food I like. يبقى الإجابة هي فود لايك. بعديها كمل يلا. After school I sit on chair and read my books. The books are، يبقى الإجابة هي my homework، عشان في المدرسة. السؤال اللي بعده اقرأي يا يا سلمى. I live in a villa. It has 3 bedroom, a kitchen, and a living room. My home. المهم المفروض طبعا اكتب الرقم، يعني اكتب هنا رقم دي. ماشي كملي، اكتب هنا رقم دي او لتر دي. كملي يلا. On Monday I go to the park. I play with my friends. I eat ice cream. Day in the park. A day in the park. Our pet home is a hole. A pet home is a cave. A bird home is a nest. Animal home. مظبوط. I went to the cafe last weekend. I had some smoothie and pizza. Playground. يا لا مش بلاي جراوند. I went to the cafe. ممكن تكون الإجابة بتاعتها مش موجودة. سوري، في هنا تحت ايه ما كانتش باينة. a day in a cafe. يلا يا ليان. ليان ليان موجودة ولا خرجت؟ لحظة أتأكد. ليان واضح ان الصوت واطي عندك او في مشكلة في الصوت. ليان تسمعيني؟ علي الصوت شوية. ليان انت فين يا ليان؟ مساء الخير، هل يلا. I live in a city from my window. I can see a park closest and
شوف أنا بجيب بيكري ستوري فروم آخر واحدة خالص إيه طيب هنا بيقول from my window I can see park, law shop, yes, and bakery. يبقى هنا من خلال النافذة يبقى ايه؟ from my window. يلا قراءة تاني بسرعة. People visit the zoo to see different animals. They enjoy watching animals. هنا مكتوب لي ذا زو، يبقى الإجابة هي لتر لتر سي. السؤال اللي بعده يلا ريان مالك. لا يعني مش مخيش بس أظن يعني بقطع شوية. هو حضرتك سامعني يا مستر؟ أنا سامعك، أيوة ولا كملي. children go to the library and read stories in English and Arabic. Number one, letter A. Beavers make their home in the middle of the pond. They build the home for branch. هتكون my home, beaver's home. Number eight. برضو تمام، نكتفي بخدنا اليوم وإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة. مع السلامة.